هنا النول الفرعوني. استخدم المصريون الأشجار لصناعة النول. معنا العم أحمد سليمان، أشهر صانع فركة في الصعيد. مرحب بيك يا عم أحمد. مرحب بيك. قل لي يا عم أحمد، نعم، هو الأشجار المستخدمة في صناعة النول، نعم، إيه وإيه؟ زمان كنا نستعمل الخشب الصنطة والأتل، نعمل حجين منهم مطوة النجار يعملهم على إيده، حتى ورش ما كانش فيه، وجعدل والبكر الصغير اللي بيتعمل، وكنا نعمله نول فرعوني في الأرض ويشتغل ويطلع شغل، وكيت الناس تتعايش من هذا الفكر يعني. طب حالياً النول الحديث إيه؟ النول الحديث بيتعمل من الخشب الأبيض اللي هو بيجي مستورد، أو الزان، طبعاً الزان غالي، فبنستعمل النول الخشب العادي، بيتعمل قطع خشب وبتروح الورشة تتخرط وتتنظف، وبنيجي هنا نصمم النول، وبرضو بيطلع شغل نفس الشغل دكه. طيب الـ 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 الصبغة كان الزمان قائمة على القرض ولا كانت على الصبغ؟ كان حاجة اسمها مية نار، وكان برضو بتحط لها خلطة من القرض، بس ديت هي المعامل اللي كانت تشتري القرض وتدخله في الصناعة بتاعت الصباغة، ويبقوها لنا صبغة يعني بودرة لون أصفر أحمر وهكذا نشتغل به. إنما الصبغة الطبيعية اللي هي الزمنية كانت تستخدم من الأحشاب، يعني الحلبي، الجركدية، الأحشاب، الزهور بتاعت الشجر، القرطم، زهور القرطم وهكذا. يا عم سليمان، نعم. هي الفركة إيه؟ الفركة نعم. إيه الفركة؟ الفركة اللي هو الشغل الحرير اللي كان يطلع السودان، الفردتين كان يتعملوا، وكان في محلات في السودان ناس عملاي وياخذوا الشغل يودوه السودان. كان في عادات وقليلة اليوم في السودان اللي تتجوز يشتروا من الفركة دي عاداتهم دي، علشان كان يعني اعتقاد انها تجلب البركة. ايه اللي تولد نفس الطريق يعني، هما كان العقيدة بتاعتهم. طب حاليا الفركة؟ حاليا شغالة بس بطيء يعني، ممكن المجتمع عندهم اللي بيستعمل الحاجة دي حاليا يعني ما يشغلوش نول واحد، من احنا عندنا حوالي يمكن يجي 300 نول نقادة، نقادة بس 300 نول أو ربما يكون أكثر. أي أنواع النول؟ الأدوات، المعدة اللي تعمل النول. المعدة عبارة عن حجين، مطوى، مقبض، جعدل، شقاق، دول بيتعملوا من الخشب، القتل، الصم، أي خشب ينفع. أنت اخترعت نول فرعوني من الصن، ده كان مختلف عن النول الفرعوني القديم؟ لا، النول القديم بيتعمل له حفرة في الأرض، احنا طلعنا طبعا لقيناه لأنه عمر النول حوالي 3000 سنة، طلعنا لقينا ناسنا اللي قبل منيني وجدودني، هم الفكرة بتاعتهم بتتعمل النول بالطريقة دي، وكان اللي بيعملوا نجار يعني، هو النجار يجيب الخشب ويصنعه ويبحوني، احنا بس علينا نعايره ونركبه ركيب. بعدها احنا في الوقت الحالي عملنا النول اللي هو متحرك، لان دوكا مش متحرك، دوكا نول في قطعة عرض، عشان تشيله لازم تهد اللي بنيه، وده ودوكا تطلع على بالخشبات تنصفهم في مكان تاني. ظهرت انواع مصرية حديثة من النول. يا أستاذ عمر، هو فيه أنوال حديثة مختلفة عن الأنوال الفرعونية؟ أيوة بالضبط، ده أكيد. إحنا قبل كده كنا كلنا متجهين في اتجاه واحد لنسيج اليدوي، حبينا إن إحنا نطور من منتجاتنا النهائية، فالحمد لله أنا ظهرت
انواع تقدر تطلع معنا منتجات مختلفه خالص عن اللي كان قديما. يعني نقدر نغير بها الغرز، نقدر نغير بها القماشه نفسها، تمام، نقدر نرسم عليها. طب هي مصنوعه من اشجار ايه؟ مصنوعه من اشجار الزان، خشب الزان. بس انت مطعمها بالصنط ولا مش مطعمها او بالعتله؟ لا هي خالص باشجار الزان، مصريه 100%. ده اللي هو يطلق عليه سامي شرف اللي عملها سامي شرف. دكتور وسامي شرف بالضبط. طيب هل انه النول الحديث ده مستقى من النول القديم اللي هو فيه اخميم ونقاده ولا مختلف عنه؟ هو لو ما فيش قديم مش هيكون في حديث. بس ولكن كان في تحديث ليه للانوال نفسها، عشان خاطر تقدر تطلع منتج معي مختلف او منتج يواكب ايه يعني العصر اللي احنا فيه. طيب النول الحديث تمام، يعني ما يطلع كام من القماش؟ هو الموضوع مش موضوع انتاج، مش موضوع سرعه بالانتاج، ولكن موضوع مختلف كخامه نهائيه. يعني انا كنت الانوال القديمه دي كنا بنرسم عليها بصعوبه، او لو هعمل رسمه صغيره هتاخد مني وقت كبير، ممكن الرسمه الصغيره دي تاخد يوم كامل. لا انا دلوقتي توصلت الحمد لله ان ممكن اعمل نفس الرسمة اللي كنت بعملها في يوم تقريبا في ربع ساعة، فالموضوع اختلف بالنسبة لي خالص. بس وغير كده خامة القماش نفسه، خامة القماش لا انا اقدر، حضرتك احنا هنا كنا شغالين باربع درجات، تمام، نقدر نبدل بيهم عشان خاطر نعمل القماش. دي اقصى حاجة توصلنا ليها في الانوال القديمة. الانوال الجديدة الحمد لله دلوقتي شغال ب 56 درجة، فالموضوع اختلف نهائي. لشجر النول المصنوع من الصنط حكايات كثيرة. في حلقات أخرى نلف النجوع والقرى بحثا عن تاريخ الأشجار. كان معكم محمود الدسوقي.